يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام في حلقه جديده من فري شو عرف رو، مقدمكم جود جي دي 13 من هروج المصارعه. وبسم الله نبدا عرض الرو الليله. يكون حماسي لانه في مراحل البناء الاخير للرسلمانيا. ما القادم في عداوه لقب النساء بين ساشا بانكس وشارلت والبطله بيلي؟ هل سيدخل طرف رابع في المباراه؟ وهل ستظهر إيما؟ وما ردت فعل شارلت بعد انقلاب دانا بروك عليها؟ هل سيعلن أحد مصارعي رو دخول مباراة أندري ذا جاينت؟ ما القادم في فئة فرق رو؟ تم تحديد مباراة بين رومان رينز وبرون سترومان، فمن تتوقع ينتصر؟ وهل سيظهر أسطورة لمحاولة نصيحة رومان رينز؟ وهل سيظهر الأندرتيكر بعد تهديد رومان رينز الأسبوع الماضي؟ ما القادم لسامو جو؟ ومن هو خصمه في الرسلمانيا؟ من هو خصم سامي زين القادم؟ ما هي آخر التطورات في عداوة كريس جيريكو وكيفن أوت؟ في الأسبوع الماضي قام بروك لزنر بالإساءة لجولدبرغ، فهل سيظهر جولدبرغ والرد عليه؟ هل سيعود فين بالر للعروض بعد غياب دامة طويلة منذ سمر سلام 2016؟ ما هي آخر التطورات في عداوة سيث رولينز وتريبل إتش؟ وهل ستحدد مباراة بينهم في الرسلمانيا 33؟ هل سيطرد ميك فولي بعد المشادة بينه وبين ستيفاني ماكمان وزوجها تريبل إتش الأسبوع الماضي؟ وأخيرا هل سيظهر إيجي ستايلز الذي لا يملكه أي عرض؟ فاذكروا لنا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات تحت. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، ولا تنسوا أنكم تستمعوا لبودكاست هروج رو على قناتنا في الساوند كلاود، وتابعوا حساباتنا الأخرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كان معاكم جود جي دي 13 من هروج المصارعة، وإلى اللقاء.